اما هلا كل أجمل التحيات لكم مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ثقافة القانون. وموضوع حلقتنا لليوم هو عن الزواج العرفي المنعقد خارج الدوائر الرسمية المختصة ومدى آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع. بيسرني رحب بضيفي المحامي خالد عنتبلي. يسعد أوقاتك أستاذ خالد. يسعد مساء المشاهدين الكرام، أهلا بك. أهلا وسهلا فيك. يعني أستاذ، ظاهرة الزواج العرفي يعني هي انتشرت، هلأ ممكن تكون قبل كانت ولكن كانت نسب قليلة، ولكن ممكن هلأ انتشرت بسبب الظروف اللي عم تمر فيها، تمثلت يعني بعقد هذا الزواج خارج الأطر الرسمية اللي مقصود فيها هو الزواج العرفي. بداية أستاذ خالد، ما هو تعريف الزواج العرفي؟ تفضل. هلا نحن كل عقد زواج بينشئ خارج الأطر القانونية مثل ما حضرتك قلتي يعتبر عقد زواج عرفي، سواء تم بوثيقة خطية أو بدون وثيقة خطية. نحن القانون فرض علينا أن وقت الإنسان بده يتزوج لازم يلجأ للمحكمة الشرعية إذا كان من الطائفة من أصحاب الديانة الإسلامية، أو للكنيسة إذا كان من الديانة المسيحية. المحكمة الشرعية أو الكنيسة بتطلب منه أوراق معينة، ممكن هلا بعد شوي نحكي فيها الأوراق. وقت اللي ما بيقدر يأمن هالأوراق، إحدى الحالات اللي ممكن يتزوج واحد فيها عرفي، عم يضطر يعمل عقد زواج خارج المحكمة أو الكنيسة. وبالتالي بيسموه عقد عرفي لأنه ما موثق لدى الجهات الرسمية. هلا ممكن يكون في ورقة مكتوبة بس ما بتغير من وصفه، بضله عرفي ولو في ورقة. الورقة فقط للإثبات. فكل زواج ما مسجل لدى الدوائر الرسمية لأنه الكنيسة أو المحكمة الشرعية بتبعت للنفوس لتسجيل واقعة الزواج اللي هي صارت قدامها، وبالتالي بتحفظ حق الزوج والزوجي بكافة الآثار الناتجة عن عقد الزواج. أما وقت اللي بنعمله خارج مقر المحكمة أو خارج الدوائر ذات العلاقة، عم يتنازلوا عن الحماية اللي منحهم إياها القانون بتحقق آثار الزواج، من نسب، من نفقة، من مهر، من ميراث، كله عم يتنازلوا عنه لحين تثبيته إذا في مجال لتثبيته بعدين. في شروط بيتثبت فيها الزواج العرفي، رح نتعرف على هاي الشروط تماماً اللي ممكن يتم فيها تثبيت الزواج العرفي، وخاصة عندما يعني يكون هناك أطفال. تمام. يعني هون بقى حمل ظاهر أو ولادة الطفل أو أكثر. نعم. متى يعتبر عقد الزواج العرفي باطلا أستاذ؟ هلا نحن عقد الزواج له شروط مطلوب توفرها ليكون شرعي، وبيستمد قوته من شرعيته قبل ما يستمد قوته من قانونيته. نعم. يعني باعتبار نحن عقود الزواج مستمدة من الشرائع أكثر ما مستمدة من القانون، يعني نحن عم نطبق القانون بس أخدينه من حكم الشريعة الإسلامية، أو مثل ما حكينا الكنيسة بتطبق الشريعة الخاصة فيها. فمثلا بالكنيسة لا يعتبر بالعقد الزواج حتى عرفي، هناك ما في بالكنيسة، لأنه يجب أنه ينفذ أو ينظم عقد الزواج رجل دين مجازم للكنيسة بالتزويج. فأي زواج بتم خارج الكنيسة بالنسبة للطائفة المسيحية أو للديانة المسيحية يعتبر باطل، وبالتالي هون بيكون باطل ما بيتثبت. بالنسبة للطائفة للديانة الإسلامية هي أكثر سهولة بتنظيم عقد الزواج، يعني فقد اشترط أهلية المتعاقدين، يعني منهم ناقصين أهلية، اشترط سن البلوغ اللي هو 18 سنة للشاب و17 سنة للبنت، اعتبرها أهل للزواج قبل الشاب بالسن. اشترط مثلا المهر، اشترط الشهود، اشترط انه ما تكون على ذمة رجل اخر على قيد الحياة. فوقت اللي بتفقد شرط من هالشروط يعتبر عقد الزواج العرفي باطل. يعني اذا انسان تزوجت انسان متزوجته سابقا عرفيا، تزوجت انسان اخر كمان بعقد عرفي، يعني وقت اللي يكونوا عم بيتورطوا عم ينجروا بكذا، يعني عقد بكذا عقد. نعم. عم بيكون العقد الثاني باطل، لانه شرعا هي اذا بدنا نقول بالقيود السماويه عند رب العالمين مرته لفلان. نعم. فما بيصير تتزوج شخص اخر. مثلا اذا كان بدون شهود او بدون مهر، هون بيسموه عقد زواج فاسد
له آثار، ولكن يعتبر قبل الولادة قبل ما يخلفوا ولد أو بنت باطل، وبعد الولادة حفاظا لحق الطفل بيعتبروه صحيح. فالفاسد له أحكام والبطلان له أحكام والصحيح له أحكام. فالعقد العرفي حسب. طيب ليش أستاذ يعني أنه يعتبر يعني قبل أنه ما يكون في أولاد يعتبر باطل وبعد ما يكون في تماما ولد هو فاقد شرط من شروط المطلوب اللي هي الإشهار أو المهر أو شيء بيتمثل بصحة، نحن نسميه شروط صحة العقد وليس ركن من أركان العقد. يعني ركن من أركان العقد أنه تكون غير زوجة آخر، ما بصير تتزوجي زوجة آخر، يتزوج إنسان زوجة آخر، هيدي بطلان مطلق. ما فيني أنا أقول يلا معلي بعني شيء بفسق الزوجة الأولاني، بطلان مطلق. وأي أثر بينتج عن هالعقد يعتبر باطل، لأنه ما بني على باطل فهو باطل. بيدفع طيب الثمن هون. إذا تزوج يعني امرأة هي غير متزوجة يعني قبل، طيب وما صار في أولاد وعملوا عقد زواج عرفي وترك ومشي، يعني هون طيب هيدي المرأة كمان يعني ما بدها تثبت إنه بتقدر هون هي تثبت. هي على الشهود بحضور الشهود بتثبت زواجها من الرجل اللي تركها بتقولي وفل، وبتطلب التفريق من القاضي. نحن عنا القاضي بفرق بحال الرجل ما راد يطلق إذا ما موجود، بفرق لحالات معينة يعني. هي بتقول إنه أنا لعلة الشقاق والضرر غياب وعم يضرني، أو لعلة الغياب إذا توفرت شروط الدعوة. فيفترض فيها أول شيء تثبت زواجها العرفي. مفتوح المجال لتثبته طالما انه متوفره الشروط. نادرا ما يكون في خلل بالشروط الجوهريه بالاركان اللي بتبطلوا، دائما بتثبت الزواج يعني. فاذا جابت شهود وقدروا قالوا انه قدامنا تبادلوا الفاظ الايجاب والقبول بثبت لها. كمان الدوله متساهله ما حاطه شروط معقده لتثبيت الزواج العرفي لحتى عم ينتج نسب عن موضوع الزواج العرفي، يعني رأفة بالمولود. فبتصير انه في تسهيل اذا صار ولادي او حمل ظاهر بصير تتثبت الزواج ولو ما استكملت الاوراق المطلوبه اذا انت رايح تتزوج ابتداء بالمحكمه. يعني في اوراق مطلوبه هلا بنحكي عنها بعد شوي. اذا ما جبتها ما بيثبتوا لك زواجك بالمحكمه بدايه، ما بينظموا لك زواجك بالمحكمه. طب خلينا نعرف شو هي الاوراق المطلوبة. الاوراق يعني هي اكثر شيء هو موافقه شعب التجنيد باعتبار نحن عندنا نظام التجنيد الاجباري. فكل شاب بده يتزوج لازم يكون معه موافقه شعب التجنيد، اما انه هو مؤجل اصولا او عم يخدم عسكري ممكن يجيب موافقه القطعه تبعه. في تقارير طبيه معينه مرات بيكون في مثلا بيطلبوا تليسيميا في بعض الدول، يعني مثلا انه بدي تحليل انه انتوا الاثنين ما بتجيبوا اولاد مصابين بالتليسيميا لانه مرات في زمر دم، فبيكون ما قادرين يجيبوا هالتقرير الطبي ما بيقدروا يعملوا عقد زواج. بيان النفوس مرات بتكون مكتومه هي او هو مكتوم فما قادر يجيب اخراج قيد نفوس، يعني بدنا اخراج قيد نفوس. الاوراق سالتيني عنها، اخراج قيد نفوس للخاطبين، بدنا شهاده صحيه تقرير طبي للخاطبين، بدنا موافقه شعب التجنيد بالنسبه للي عمره تحت 43 سنه، بعد 43 سنه ما بده لانه قطع سن التكليف. بدنا شهاده مختار بانه اهلين يعني اهل للزواج. هذه هي الاوراق المطلوبه. بس بس تواجدت القاضي اوتوماتيكيا بده يوافق على الزواج اذا كان ولي امره موجود معها، اذا كانت بكر، اذا كانت مطلقه ما بدها ولي امر، ما بدها ذكر ولي امر، لا ارتاحت المطلقة ارتاحت. هلا نحن بعض الاشخاص بنشوفهم يعني عم يتزوجوا بهذا العقد العرفي هو تهربا يعني من التزام قانون معين. هنا نتساءل استاذ خالد، هل يحق للقاضي هنا يعني عدم الاذن بزواج الرجل من زوجة ثانية؟ اشترط القانون الأحوال الشخصية عنا أنه إذا بده يتزوج الإنسان من زوجي تاني لازم يحصل على موافقته. إذا ما حصل على موافقته بيطرح الأمر للقاضي، فالقاضي بيشوف الضرورة اللي دفعته للزواج بامرأة تاني وبيتأكد من مقدرته على الإنفاق على الاثنين. فبده بيصير في مثل مضبط من المختار، مضبطة من المختار بأنه هذا الرجل قادر ينفق على اثنين أو يعني في عنده أسباب تدفعه للزواج. إذا تحقق هالسببين القاضي بيأذن له بالزواج من زوجي تاني ولو ما وافقت الزوجة الأولى. نعم.
استاذ خالد، بدنا ننوه على رقم التليفون، هو المفروض كنا وحده عليه من بدايه الحلقه، رقم التليفون 429 200 429 200، الى المشاهدين طبعا بيحبوا الاتصال والاستفسار عن اي سؤال بيحبوا يطرحوه للاستاذ خالد عنتبلي بخصوص حلقتنا لليوم وهو عن الزواج العرفي. أستاذ خالد، يعني أيضا بنلاقي هناك يعني بعض الحالات في فتيات بيتزوجوا بدهم يتزوجوا من شخص ولكن بيكون ولي أمرهم هو أبوهم أو أخوهم، إنه مانن يعني ما بدهم هذا الشخص، يعني ما بيقبلوا ما بيوافقوا عليه. طيب هون يعني كيف يعني شو وضع القانون بهذا لحتى ما تروح على عقد عرفي بهذا الموضوع، منشان هي الإنسانة ما تروح على عقد عرفي وممكن يعني يصير في أثار سلبية لهذا يعني الموضوع؟ حضرتك أنت عم تطرحي حالات أنه عم تخلي الناس يعملوا عرفي. نعم. فمشان هيك القانون. نعم. تفضل. خلينا أستاذ، ما بعرف معي اتصال فادي. ألو. الله يعافيك فادي. أنا ما سامع الصوت. يا هلا، نحن ما سامعين الصوت. سؤال كأنه يعني شوي بعيد عن، إذا واحد تزوج من أجنبية وما بعرف إذا عربية ولا أجنبية، يعني إذا بيعتبروها بحكم القانون ما بعرف إنه بيعتبروها يعني كل شيء غير سورية إنها كان أجنبية، وبدي يثبت زواجه بسوريا نفس الشروط ولا تختلف الشروط؟ نعم ماشي. هلا نحن بعد في شيء من السؤال ولا خالصين؟ لا خالصين، شكرا خالصين. طيب نحن العربية ما معتبري أجنبي، بيتزوجها كأنه عم يتزوج امرأة أو سورية. فتاة سورية. نعم. أما الأجنبية الأوروبية أو يعني غير العربية بدها موافقة وزارة الداخلية على الزواج. نعم. بتقدم طلب عن طريق المحافظ بالمنطقة اللي هو فيها أنه أنا بدي أتزوج من أجنبي. طبعا بتخاطب وزارة الداخلية السفارة المختصة بالبلد لتعطي رأيها، لأنه ليش حطوا هالقصة؟ خشية من اختراق مجتمعنا لأمور تجسسية مثلا، ممكن نعم. تكون مجندة. صح. ممكن، فبيتأكدوا انه هذه المخلوقة كيف تعرف عليها، من نعم. وين هي، رفيقته بالجامعة مثلا، شو سلوكياتها، بيعطوه موافقة. بعد موافقة بحق له، اذا تزوجها عرفيا ما بيقدر يثبت الزواج الا يعني هيدي من الامور اللي ما لو صار ولد ما بيتثبت زواجها الا ما تجيب موافقة وزارة الداخلية. نعم. بتقدم بعد ما تثبت زواجها هو او هي، وبياخذوا قرار المحكمة. قبل ما يتنفذ القرار القاضي بيحط فقرة حكمية لا ينفذ القرار إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية. نعم. حتى النفوس ما بتنفذوا، إذا أجنبي من عربي ما بتنفذوا إلا ما يجيب موافقة وزارة الداخلية، لأنه شغلي صار تعلق بالأمن القومي أو يعني موضوع أكثر من أنه إنسان عم يتزوج إنسانة عربية. نعم. بنرجع لسؤالي أستاذ، ما تذكريني في بعض الولي. نعم. البنات نعم. انه بدهم يتزوجوا ولكن نعم. ممكن ولي الامر نعم. ما يكون موافق على نعم. هذا الزواج. هلا نحن بهمنا نعم. مش عن ما نخليهم يروحوا تمام. على زواج نحن بهمنا عرفي. ننبهها للفتاه نعم. انه ولو ولي امرك تعنت بعدم قبول، في حل قانوني. نعم. تنزل على المحكمة الشرعية بتقدم طلب للقاضي الشرعي انه انا ولي امري اللي هو الاب او الجد او العم او الاخ حسب وجوده يعني نعم. رافض يزوجني مع انه العريس مناسب لإلي وكفؤ، بسموه كفؤ لإلي نعم. يعني هون القاضي بيبعت تبليغ للولي الامر على عنوان محدد بيدعوه فيه للحضور الى المحكمة لسماع سبب رفضه للزواج. نعم. إذا ما حضر الزوج، إذا ما حضر الأب نعم. ما حضر، ما رد على التبليغة، أو حضر وأبدى من الأسباب اللي ما اقتنع فيها القاضي نعم. هون بيسميه القاضي، بيطلع قرار يعني منه حكم، بس بيعتبره ولي عاضل إنه متعنت باستعمال حقه، وبيصير القاضي ولي أمره لها الفتاة وبزوجها هو نعم. فبيكتب انه تم استدعائه وبيكتب محضر، كله مكتوب على ظهر معاملة الزواج. اذا بشوفوا المشاهدين معاملة الزواج الموجودة بيستغربوا انه في صفحتين ما حدا يقرب عليهم، هو كلهم لها الحالات نعم. محاضر مضابط يعني انه عنده ملاءة يتزوج اثنين، او الاب ما وافق بدون سبب مبرر، بيصير القاضي هو، فما مضطرة تعمل عرفي يعني نعم. بيبعتوا له تبليغ اصولي عن طريق المحضرين، بيدعوه بكل احترام للمحكمة، إذا أبدى من الأسباب ما أقنعت القاضي بيرفض كمان القاضي زوجة. نعم. يعني إذا كان الأب تقدم بأسباب أنه هذا الرجل أو هذا العريس غير مناسب يعني واقتنع فيها القاضي، يعني أسباب منطقية، ما بيزوج هون ما أنه والله أنا ما عجبني وما بدي، ما بيمشي الحال هيك. نعم. بده يبدي من الأسباب. نعم.
ايضا استاذ، يعني هون ايضا في ايامنا هذه، وسبب بسبب ايضا سفر الكثير يعني من الناس، قد تصادف المرأة التي تريد الزواج في المحكمة مشكلة تتمثل ايضا بعدم وجود ولي الامر. يعني انه هون يعني ايضا استاذ، شو كيف ممكن الحل للقصة؟ شو ممكن الحل هون بعدم يعني بعدم وجود ولي الامر بحال السفر او او الغياب؟ هلا مثل ما قلنا نحن البنت البكر ما بدها ولي امر حكما، لانه هيدا من النظام العام. فاذا كان والدها متوفي مثلا او مسافر، بتجيب شرح من هجا وجوزات انه بحركه المرور تبعه انه مسافر، فبتنتقل هون للولي الابعد اللي هو الجد. اذا الجد متوفي او غير موجود بتنتقل للاخ، اذا الاخ ما موجود العم، وهكذا بالترتيب. اذا ما في عصبه مثل ما قلنا الولي القاعده هي القاضي ولي من لا ولي له، إذا ما في عصبة موجودة فبقرر القاضي تزويجها بوجود العصبة الأبعد اللي إذا ارتقى فيها، أو إذا ما لقيت عصبة يعني ممكن تجيب شرح أنه فعلا ما وحيد، هي ما عندها أخ وأبوها مسافر والأب وحيد، بالحياة كل شيء في حالات يعني. فإذا ما قدرت تثبت أنه عندها ذكر بأسرته عصبي يعني صالح لأنه يكون ولي، بيصير القاضي نفس الحالة اللي قبلها لنا، ولي من لا ولي له بيزوجها القاضي. نعم. أنا كنت بدي أسألك أستاذ عن بالتأكيد رح يكون هناك الكثير من الآثار السلبية الناتجة عن عقد الزواج العرفي، ولكن رح نتوقف مع هذا التقرير اللي أعدت لنا يا زميلتنا بتول شيحة عن يعني واقع دعوة محسومة أمام القضاء تتعلق بموضوع حلقتنا، وهو يعني عقد الزواج العرفي. بنتابع مشاهدينا هذا التقرير. شاب وفتاة تزوجا بعقد زواج عرفي خارج مقر المحكمة بسبب عدم موافقة شعبة التجنيد على زواج الشاب كونه متخلف عن الالتحاق بخدمة العلم، وكان هذا العقد مستكملا كافة شروطه الشرعية من شهود وتسمية المهر وأهلية المتعاقدين وموافقة والد الزوجة على الزواج، واتفقا على تثبيت الزواج في المحكمة بعد أن تحمل الزوجة بطفل من زوجها. تم الدخول بين الزوجين وعاشا في منزل الزوجية حوالي 6 أشهر لم يتم خلالها الحمل، وبسبب مجهول عن الزوجة اختفى الزوج ولم يعد أحد من أهله أو أصحابه أو جيرانه يعلم عنه شيئاً. بعد حوالي السنة على اختفائه تقدم شاب بطلب يد الزوجة للزواج، وهو يعلم أنها كانت متزوجة من الشخص المفقود، ويعلم أيضا بغيابه الطويل. قام والد الزوجة والخطيب الجديد بسؤال أحد رجال الدين الغير معروفين أو المسجلين في مديرية الأوقاف عن الوضع الشرعي لابنته كون زوجها مفقود منذ أكثر من سنة ولا يعرف عنه شيء. رجل الدين أفتاهما أن ابنته طالق شرعا لغياب زوجها عنها عدة أشهر وعدم معاشرتها المعاشرة الزوجية لعدة أشهر متلاحقة. وبسبب عدم تسجيل الزواج الأول في دائرة الأحوال المدنية المختصة، أي أن الزوجة في قيود الأحوال المدنية عازبة، استطاع الطرفان من تنظيم عقد زواج رسمي أمام المحكمة الشرعية المختصة كون ملف الزواج مستكمل الشروط والأوراق.
بعد مرور حوالي السنة والنصف على الزواج الثاني، وإنجاب الزوجة طفلة من زوجها الثاني، ظهر الزوج الأول المتزوج من الزوجة بعقد زواج عرفي، والذي تبين أنه كان سجينا في دولة مجاورة ولم يستطع الاتصال بأهله وزوجته طيلة مدة سجنه. علم الزوج الأول بزواج زوجته من رجل آخر وأنجابها طفلة منه. تقدم الزوج الأول بدعوى تزاني على زوجته وزوجها الثاني الذي تزوجها بشكل رسمي، مؤسسا دعواه على أن الطرفين يعلمان بزواجه العرفي من الزوجة المدعى عليها، وطلب سماع 5 شهود أكدا صحة الزواج العرفي ووقوعه، وبالمساكنة الزوجية لعدة أشهر بين المدعي والمدعى عليها، وأكد علم الزوج الثاني بهذا الزواج وبالدخول والمعاشرة الزوجية. تمسك المدعي عليهما الزوجة والزوج الثاني بأن أحد رجال الدين أفتاهما بانتهاء الزواج الأول بسبب غياب الزوج لمدة أكثر من سنة. المحكمة المختصة حكمت على الزوجة والزوج الثاني بجريمة الزنا، كون الزواج الأول هو مستوف لشروطه الشرعية ومنتج لآثاره، خاصة لجهة تحريم زواج الزوجة بشخص آخر، ومستندة على علم الطرفين الجازم بوجود هذا الزواج. محكمة الاستئناف صدقت القرار البدائي، والدهوى منظورة اليوم أمام محكمة النقد والرأي القانوني بأنها على الأرجح ستصدق القرار المطعون به. تحياتنا لكم مشاهدينا من جديد. أستاذ خالد، يعني سمعنا هذه المعقدة القضية حقيقة المعقدة، وشي بيزعل يعني أنه يعني هاي الصبية المتزوجة اللي اختفى زوجة ولكن كانت بعقد عرفي، كونه الزوج يعني هو عم يخدم عقد عرفي صحيح مستكمل كافة شراطه. نعم مستكمل هو كافة، صار بيناته معاشرة زوجية، ولكن الرجل اختفى وحبت المخلوقة انها تتزوج، فيعني للأسف الشديد ذهبت لأحد رجال الدين وخبرها بأنه يعني أنه هو صار غايب عنا تقريبا حوالي السنة، فهي يجوز لها الزواج. بيرجع بعد سنة بيرجع الزوج بيلاقي زوجته انها متزوجة يعني هون بعقد نظامي. بيرفع علي الدعوة بتكون حكمت عليهم بالحبس، وايضا الدعوة هي بجرم التزاني. يعني هون كتير يعني حقيقة يعني إشكالية بتصير إشكالي. نعم. انه اعتمدت هي على شيخ، يعني نحن ننتبه شغلي، نحن إذا عملنا عقد عرفي وعطيناه الحق بأنه نثبته، ما بدنا نفتح مجال نحن ليصير كل شيخ أو عشيري أو 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 عنده قانون خاص فيها. نحن عندنا قانون عام بالبلد يطبق على كافة المواطنين وإله أركان، يعني وإله أركان. فهي كان لازم بدل ما تسأل شيخ ويقول لها هلا هو شرعا غيابه السنة إلى حق لها. إلى حق تطلب التفريق. نعم. ولكن من القاضي وليس من الشيخ، في قاضي موجود، قاضي شرعي بكل محافظة بكل منطقة شغلته هو يبت بهالأمور هاي. فهي كان لازم ترفع دعوة تثبيت زواج العرفي والتفريق لعلة الغياب لعلة شقاق والضرر. القاضي النظامي اللي هو مؤسسي رسمية بيثبت زواجها لأنه متوفر في يعني هي هون يعني أخطأت بحق نفسها، لو أنه يعني لو أنه ثبتت استعجلت هي استعجلت هذا الموضوع، لأنه ممكن دعوة تأكل معها السنة. نعم تمام. هلأ ممكن كان خلال هالسنة يرجع الزوج يعتبر بتلتغى الدعوة، يعني بتلتغى دعوة التفريق
لعلة الغياب، لأنه إذا ظهر حتى هو بيطلع بالقانون بيطلع طلاق رجعي، إذا ظهر خلال 3 شهور العدة يعتبر الحكم كأنه لم يكن. فهي أخطأت بأنه لجأت لإنسان، يعني التقرير أشار لشغلة مهمة أنه غير معتمد بمديرية الأوقاف هالشيخ، لأنه شيخ معتمد ما بيعطي فتوى من هالنوع، بيقول لهم روحوا راجعوا القضاء الشرعي المختص، ما فيني يقول لهم روحي الله معك زواجك انتهى. الزوج الأول قدر يثبت أنه زواجه صحيح من كل شروطه، بالشهود يعني مهر ومعاشرة وأنا غبت ما, 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 ما طلقتيني بحكم قاضي، فاعتبر القاضي أنه دفع بأنه نحن ما منعرف أنه كان لازم نعمل هيك أمام المحكمة الشرعية، هذا دفع ما فيك تمسك فيه، فهي زوجة آخر وبالتالي اعتبرها مخالفة يعني لجريمة من جرائم الأسرة اللي هو التزاني، وحكمها بهالموضوع. يعني هي لو ثبتت الزواج كانت فادت يعني الوقوع بهذا يعني حقيقة بهذا الجرم. استاذ يعني هلأ هي في طفلة، طيب هون يعني هيدي الطفلة هون الوضع القانوني للطفلة التي ولدت نتيجة الزواج الثاني بعد صدور حكم الزنا، هون الزواج الثاني بقى صحيح لحين ظهور بطلانه. يعني هون ممكن كل صاحب مصلحة ممكن يكون وريث مفترض، يعني إذا الأب عنده مال وأهله ما بقى بيناسبهم هالبنت تبقى بنته، بيقدروا يرفعوا دعوة إبطال زواج وإبطال نسب، يعني بيعتبروا غير 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 شرعي النسب لأنه نشأ عن زواج باطل. نحن دائما الزواج الباطل وليس نحن قلنا الفاسد منصححه إذا صار ولد صح، يعني ما في شهود ما هي القصة الكبيرة، ما حدد مهر منحدد مهر المثل ما في قصة كبيرة. أما زوجة آخر يعني هون من ركن من أركان بطلاء يعني مطلوب، وإلا يبطل العقد يعتبر كأنه غير موجود، وبالتالي كافة آثاره ما بني على الباطل فهو باطل، يعني هاي قاعدة فقهية، ما بني على باطل فهو باطل، ما فيني أنا صححه. هالبنت نتيجة زواج ثبت فيما بعد بطلانه، وبالتالي بتبقى مسجلة بالقيود ولكن ما بتعتبر ولد شرعي، بيصير اسمها ولد غير شرعي، تبقى مسجلة بالقيود على اسم إما إذا الأب أقر فيها بتبقى على اسم الأب، بس بتبقى غير شرعي، إلى صفة غير شرعي. طيب يعني كمان يعني زلمة. شو زنبة يعني هي الأب والأم يعني ما المثل بيقول الأهالي يأكلون الحصرم والأولاد يدرسون، يعني أب وأم يعني هو أبوه الحقيقي وهي أم يعني وهي أم، ورغم هالشي هيدا نتيجة يعني غلط بقيت بنتهم، يعني بقيت بنتهم تورس منهم ولكن غير شرعية، ولكن غير شرعية لأنه ناتج عن عقد أبطل. هذا إذا تمسك، طبعا في حدا بده يتمسك ببطلان العقد لأنه ممكن الأول يرفع، لو رفع دعوة جزائية ليزعجهم لا يحبسهم، انزعج الظاهر الموضوع هو أكيد تمام. أما فينه كان يرفع دعوة تثبيت زواجه الأول صح وإبطال الزواج الثاني أمام القاضي الشرعي، وما بس هو مبين ما بده خير بهذا الموضوع، ما بده هو بده طار عقله أنه كيف تزوجت، يعني كمان يعني كمان يعني كان طولت يعني الظروف ما ساعدتها على الموضوع. يعني هذا هو الخطأ حقيقة، يعني هاي الإشكالات تمام، يعني لهيك نحن هيدا البرنامج يعني بنتمنى يعني دائما يعني أنه هاي الثقافة القانونية يعني تحيط بالجميع، بنتمنى أي شخص أو أي يسأل رجل قانون، يسأل رجل يعني ممكن قانون البنت يعني ما تعرف يعني رجل الدين بالأخير، يعني أنه هو نعتبره أنه يعني ما هو رجل القانون، يعني عم يحكي فعلا مثل ما ذكرت حضرتك أنه عم يحكي شرعا، فبنتمنى يعني أنه يكون في وعي لأنه هناك أطفال، يعني أطفال يعني قديه هلأ يعني آثار سلبية، قديش بدها تنتج آثار سلبية، ممكن هيدي البنت تطلع يعني تطلع متعلمة، تطلع يعني ذات يعني مكانة اجتماعية مرموقة، ولكن ينظر لها بأنها بنت غير شرعية، يعني امرأة نتيجة علاقة غير شرعية. فهون يعني قدي بدها تدفع الثمن، يعني هذه يفترض كل فتاة هي الطرف الأضعف بالمعادلة الفتاة والطرف البعدين الولد.
نعم. يفترض الفتاة تلجأ لرجل قانون تسأله أنا صاير معي كذا كذا شو الحل، يعني ممكن ما تعرف أنه بيبعت وراء والدها على المحكمة الشرعية وبينسأل. نعم. تتورط بعقد زواج عرفي ممكن ما يكتبوه، ممكن يقول لها منحط اثنين شهود يجيب اثنين شهود من أصحابه أو يختفوا الشهود. صحيح. ما تقدر بقى تثبت زواجه وما نعم. تقدر تثبت الولد، يعني ما كل الدعاوى اللي بترفع بالمحكمة انتبهي بتربح. نعم. يا ما دعاوى ما قدروا يثبتوا الزواج. إذا يعني إنه هون بالنهاية يعني بنهاية حلقتنا إنه بننصح يعني الفتيات يكونوا على وعي وإدراك بهذا الزواج. يوثقوا بالقانون. طبعاً بالقانون. طبعاً يكون في ثقة بالقانون بالتأكيد، يعني هني بالنهاية بدهم يلجأوا للقانون. صح. نعم. بنتمنى يكون في وعي يعني، ونتمنى استاذ خالد نكون ساهمنا يعني بحلقتنا لليوم بنشر الوعي القانوني لعدم وقوع يعني الشابات في شباك الزواج العرفي، وايضا لحمايتهم وحمايه الاطفال المولودين بعد الزواج، وهذا اهم منهم. صح. بالتاكيد. شكرا لك استاذ. شكراً المحامي خالد عنتبلي، والشكر موصول لكم مشاهدينا، الى اللقاء.